أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والعراقية، ونبدأ من أهم العناوين. في العربي الجديد، العراق يقدم طلبا رسميا لمجلس الأمن الدولي للإشراف على الانتخابات المبكرة. وفي ألترا عراق، اشتباكات بين ميليشيات الحشد وداعش في صحراء الأنبار. ونقرأ في المدى، وثيقة برلمانية تخفض قيمة الدولار في الأسواق بدون قرار رسمي. وفي الشرق الأوسط، استياء بين حلفاء إيران في العراق من مراجعة أمريكا قرار خفض قواتها. أما في القدس العربي، أحكام الإعدام تثير انقساما في العراق. وفي العرب اللندنية، خط دفاع أمريكي عميق عن الخليج على ساحل البحر الأحمر. وأخيرا في اندبندنت عربية، بايدن يكشر في وجه إيران والقاذفات تعود إلى الخليج مجددا. حول الترهل والفشل الحكومي في العراق، يقول الكاتب عبد الخالق الفلاح في مقالة جاء فيها إن إرضاء المواطنين شرط لوجود الدولة القوية التي تحافظ على الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة المولودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمناطق الاقتصادية الخاصة باعتبارها ملكا لعامة الشعب. إن الدولة لا تبنى بالتسويات ولا بتبادل الصفقات وتوزيع الحصص، بل بتطبيق القانون وتجاوز كل الاعتبارات والحسابات الدينية والانتماءات السياسية التي ينبغي أن تكون بعناوينها ومضامينها مسخرة لخدمة الناس وليس لخدمة الأشخاص والفئات. ويعني أن كل المسؤولين وفصائلهم وكتلهم وأحزابهم مدعوون إلى خلع ثوب التكالب على السلطة ولبس ثياب الخدمة الصادقة بعيدا عن النفاق السياسي، والدخول في ورشة قيام الدولة التي تعمل بكل إخلاص وتفان لخدمة المجتمع وتقوم بمحاسبة المقصر وتحاكم الفاسد، كما تعطي الحرية الكاملة في تقلد كافة الوظائف والمراكز القيادية المختلفة في كافة مجالات الحياة المدنية والعسكرية والقضائية بحرية تامة وفق قواعد الكفاءة المهنية المتعارف عليها وكافة حقوق المشاركة في الحياة العامة والتعبير عن الرأي بحرية كاملة. إن استقلالية الدولة هي الضامن لمجتمعها من تغول السلطة المنفردة بالشخصنة، سواء كانت فردية أم عائلية، لأن الحاكم الفرد في حالتنا عندما يطابق بين مصلحته ومصلحة الدولة فإنما يريد أن تصبح مصلحته الشخصية أعلى من مصلحة الدولة دون أي اعتبار لو أمكنه ذلك. لهذا في الدولة التي تحكمها سلطات فردية، تغيير الشخص يكون أحياناً مفصلياً، وأن عدم تغيير الوضع لا يعني أن الدولة هي الحاضرة، بل يعني أن قوة السلطة الفردية هي التي بقيت حاضرة. ويضيف الكاتب بعبارة الدولة القوية هي المتحررة من الضغوط في صنع قراراتها وفي إنفاذها، هي التي تحظى بالشرعية من جانب مواطنيها بعد تحقيق مطالبهم ووفق قناعاتهم. الانهيار الأمني والسياسي المتواصل في العراق موضوع تناوله الكاتب عبد اللطيف السعدون في مقالة جاء فيها بعد التجارب المريرة التي عشناها، لن يكون الحل في إجراءات ترقيعية أو في خطوات إصلاح محدودة، ولا في انتخابات مرسوم لها أن تحافظ على الوجوه التي أحكمت قبضتها على السلطة والمال والقرار، لأن الأزمة أكبر بكثير مما نتصور، إنها أزمة حكم حمل أزمته معه. إن مسؤولين كبارا في الأجهزة الأمنية التي يفترض أنها تحمي البلد وتحرس أبنائه يهونون مما حدث ويحدث ويرسمون لمواطنيهم صورة وردية للحال الماثل، وكأن سيل الدم الذي تدفق في واقعة الخميس الأسود لم يكن كافيا لإيقاظ الضمائر وشحذ الهمم، ويقولون لك إن بغداد آمنة وما حدث هو مجرد خرق أمني يمكن أن يقع في أحسن الدول،
وأن التحقيق جار لمعرفة الفاعل الذي يظل مجهولا دائما، وأن خلايا إرهابية نائمة استيقظت في غفلة من عيون الرقباء ففعلت ما فعلت. وقد سمعنا هذه التبريرات مرارا ولم يعد أحد ليصدقها، ولمسنا بعد واقعة الخميس في إجراءات السلطة ما يدفع المراقب إلى الضحك الذي يشبه البكاء. فقد عملت الجهات الأمنية في الساعة الأولى على مسح أثار الجريمة ورفع الأنقاض عن على عجل، وكأن الهدف هو محو أي أثر يدل على الفاعل أو يستدل منه على وقائع معينة يراد طمسها. ولكي ينسى الناس ما حدث ويعودوا إلى دورة همومهم اليومية، كما صدرت قرارات بتحميل بعض رجال الأمن الكبار مسؤولية ما حدث وإقالتهم، وما لبث قرار لاحق أن أبطل مفعول ما سبق، وهكذا انتهى كل شيء. أما باعة الشاي والسميط والملابس المستعملة والشقيقان عمر وعلي والآخرون الذين اختطفهم الموت والأسر المفجوعة بفقدان أحبائها والفقراء والجوعى فحسبهم الله. ويضيف السعدون: قرار واحد فقط من مجلس الأمن يضع العراق تحت الوصاية الدولية ويشكل سلطة انتقالية تجري التغيير المطلوب وتحقق مطالب ثوار تشرين الذين تقع عليهم مهمة ترصين ثورتهم وتقوية فعاليتها، إلا فإن سيناريوهات الدم ستتواصل لتأخذنا إلى المجهول. ما تتعرض له العاصمة بغداد من انهيارات أمنية وسياسية وهجمات مسلحة تناوله الكاتب فهد شقيران في مقالة جاء فيها: علينا الاستعداد لمواجهة أخطار محتملة يسببها انتعاش تنظيم داعش وأخذ كامل الاحتياطات والتدابير. فعملية ساحة الطيران المدمرة خطط لها لتكون إعلان العودة ورسالة من التنظيم للعالم بأنه في الميدان ولديه القدرة على الضرب والإيذاء. يبدو أن توديع الحديث عن الإرهاب وما فيه من المهمات الصعبة بل والمستحيلة، وآية ذلك أن التنظيمات المسلحة لها طرقها المعقدة في الانكماش والتمدد وادعاء الانحسار. لقد هز تفجير ساحل الطيران الوحشي بغداد وكأن تنظيم داعش في أسوأ أحواله بالتأكيد، لكن لديه خلايا على مستوى لا بأس به من التعافي. إن جزءاً أساسياً من استراتيجية داعش أن يتجاوز إدارة التوحش لدى القاعدة ويذهب إلى درجة قصوى من التصعيد الدرامي لعملياتها الانتقامية، أن يفجر انتحاري نفسه بمن أغاث لهفته ولبى نجدته للعملية الإرهابية في بغداد بمثابة إعلان بدء حرب جديدة مع تنظيم داعش بعد انكسارها منذ اغتيال البغدادي. والمهمة ليست أمنية داخلية فحسب، بل يحتاج العراق إلى دعم عربي ودولي. التنظيم لديه القدرة على رص صفوفه من جديد. التفاعل الأمني والسياسي العالمي جاءت نتيجته عكسية، واليوم التنظيم بيده قنواته على الإنترنت في الوسائط والتطبيقات التي يصعب ضبطها والسيطرة عليها كتليجرام وواتساب وبدرجة أقل في تويتر وفيسبوك. فالإنترنت وسيلته للتحشيد وكسب الأتباع والانتشار في الدول من دون الحاجة إلى كلف باهظة. وطوال عام كامل استثمر التنظيم انشغال حكومات العالم بالجائحة وآثارها، واستطاع أن يلتقط أنفاسه بعد الضربات الموجعة التي تلقاها. ويضيف الكاتب: تعلمنا من سنين مكافحة الإرهاب أن الخسائر تكون قليلة حين نبني استراتيجيتنا انطلاقا من الاحتمال الأسوأ والاستعداد له. هذا ما يجب علينا تمثله بغية لجم الإرهاب وسحقه واستئصاله والقضاء عليه من الجذور. بايدن والملف الإيراني موضوع تناوله الكاتب محمد الصوافي في مقالة جاء فيها: قد يكون الوقت مبكرا في الحكم على نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة ومعرفة ملامح سياستها الخارجية، على الأقل إلى حين مرور 100 يوم من دخول بايدن البيت الأبيض، كما أنه من المبكر أيضا الحكم على مدى تفهم النظام الإيراني للمتغيرات السياسية الجديدة.
دفع إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة عن نيتها مراجعة كل العقوبات الاقتصادية الدولية المطبقة على النظام الإيراني ومراجعة الاتفاق الذي وقعته الحكومة الأفغانية مع حركة طالبان المدعومة من إيران، إضافة إلى عدم العودة إلى الاتفاق النووي دون تعديل بعض بنوده. إلى التساؤل عن كيفية تعامل إدارة جو بايدن مع الملف الإيراني، فيما رأى فيه متابعون محاولة من بايدن لجس نبض طهران. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن اتفاق 2015 سيكون منصة للانطلاق نحو اتفاق يشمل قضايا أخرى تمتد إلى البرنامج الصاروخي ونشاطاتها إيران الخبيثة في المنطقة بدرجة كبيرة وبشيء من الوضوح. فإن هذا الكلام يعني أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون متساهلة مع قادة إيران الذين عاشوا حالة من الانتشاء السياسي بعدما غادر ترامب البيت الأبيض، اعتقادا منهم بأن المرحلة المقبلة ستكون على منوال زمن إدارة أوباما. إن فريق إدارة بايدن وليس بايدن نفسه يحمل موقفا ويشير إلى ملامح سياسية لطهران عكس ما يتوقعه معظم المراقبين وخاصة في عالمنا العربي. ويعتقد هؤلاء أن إدارة بايدن سترضخ لرغبات إيرانية بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، ويستعجلون الإدارة الأمريكية على العودة إلى الاتفاق النووي أو رفع العقوبات بأساليب مفهومة كتلك التفجيرات التي حدثت في ساحة الطيران وسط بغداد قبل أسبوع. ويضيف الصوافي الإدارة الحالية تريد أن تقول من خلال تلك المراجعات إن هناك أخطاء تم ارتكابها من خلال الثقة بالنظام الإيراني، أبرزها فوضى الميليشيات التي تنتشر في كل المنطقة من أفغانستان إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان. ارتدادات رحيل ترامب عن البيت الأبيض على الشرق الأوسط موضوع تناوله الكاتب ناصر لافي في مقالة جاء فيها: بالنسبة لمصالح الدول فستتأثر هي الأخرى بالتأكيد إن صح افتراض وجود غضب أمريكي كبير ووجود تدخل خارجي في الانتخابات. فمثلا وبمجرد إحياء الاتفاق النووي مع إيران ستكون الإدارة الأمريكية قد صفعت دولا كثيرة. تشهد منطقة الشرق الأوسط تغييرات دراماتيكية في المواقف والأدوار والاصطفافات جراء تغير قواعد اللعبة إثر وصول الديمقراطيين إلى سلة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. ويبرز هذا بشكل واضح من خلال التطورات الأخيرة والتي شكل رأس جبل الجليد فيها إنجاز المصالحة الخليجية وفتح قنوات حوار بين تركيا من جهة والسعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى، ويقظة الدبلوماسية الأردنية والتي تجلت بعدد من الزيارات المتبادلة كزيارة ملك الأردن إلى الإمارات وزيارة الرئيس المصري إلى الأردن وطواف وزير الخارجية الأردني على عدة عواصم، وكذلك تحديد أجندة الانتخابات الفلسطينية كإجراء تنفيذي بعد لقاء الأجهزة الأمنية المصرية والأردنية والفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمر الذي يعبد طريق المصالحة الداخلية وتسارع ملفات المصالحة الليبية واليمنية. وتشيئ التحركات بجدية التغييرات التي قد تحدث عالميا وشرق أوسطيا لتعاظم تراكمات كرة ثلج فترة الرئيس الأمريكي المنصرف ترامب، والذي أبى أن يغادر دون ترك بصمة فارقة في التاريخ الأمريكي. لقد حاولت الأنظمة الشمولية في منطقتنا توظيف الرعب الأمريكي لملاحقة معارضيها وما تبقى من هوامش حرية وحقوقية، إذ كان خطاب الأنظمة المعلن والضمني لأمريكا: ألم نقل لكم إن الحرية والديمقراطية لا تليق بهذه الشعوب؟ ويضيف الكاتب: أما بشأن الأدوار والتحالفات فمن نافلة القول بأنها ستتغير، فكلمة السر والحاكم بأمر أمريكا في المنطقة سيتغير، أما السياسات فلا بد لها أن تتغير هي الأخرى، وهو ما يحصل الآن بالفعل. أليس توقف الإعدامات في بعض الدول والأحكام المخففة والإفراجات بوادر لسيناريو استيعابي للحظة الحرجة الراهنة؟
المحاولات الإيرانية في فتح قنوات تواصل مع دول عربية لتخفيف الضغط عليها موضوع تناوله الكاتب حسن فحص في مقالة جاء فيها إن عودة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى الحديث عن استعداد بلاده لإحياء التعاون الإقليمي يعتمد على منطلقات لا تبعث رسائل إيجابية للدول التي يسعى للتعاون معها. مع انطلاق عمل الإدارة الأمريكية الجديدة وما يمكن أن تحمله من متغيرات على صعيد السياسة على الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، بدأ النظام الإيراني محاولات تفكيك الألغام التي سبق أن زرعها في حقول علاقاته العربية والإقليمية وزاد من تعقيد خريطتها. الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أجبر طهران على استخدام كل أوراقها بهدف التخفيف من هذا الحصار الخانق وغير المسبوق وما أدى إليه ذلك من استنفار كل الهواجس والمخاوف العربية الخليجية تحديدا من الأطماع والطموحات الإيرانية التي تسعى للإمساك بقرار الإقليم على حساب دور وموقع دول عربية كبيرة وأساسية في هذه المنطقة وذات ثقل ووزن لا يقل عن أي من مثيلاتها التي تدعي أنها أصبحت بحجم لاعب إقليمي قادر على فرض سياساته واستراتيجياته على الآخرين. تدرك طهران والقيادة الإيرانية أن السياسات التي انتهجتها تجاه الدول العربية الخليجية رفعت منسوب الحساسية لدى هذه الدول من أي طرح أو مشروع يصدر عن طهران هدفه تحسين العلاقات والحد من التوتر القائم بين الطرفين، خاصة أن الجانب الإيراني يرفع مستوى تهديداته لهذه الدول كلما ارتفعت حدة التوتر بينه وبين الإدارة الأمريكية والتي وصلت إلى وجهة مع رئاسة ترامب، وتعتبر طهران هذه الدول شريكة في سياسات ترامب. ويضيف الكاتب فرغم الإيجابية السعودية على لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان الأخيرة حول اليد السعودية الممدودة للحوار مع طهران، إلا أن نظيره الإيراني ظريف ما زال يراهن على الذهاب إلى حوار لا يفرض عليه تقديم تنازلات في الملفات التي تشكل مصادر قلق عربية خاصة ما يتعلق بالنفوذ الإقليمي. قالت شركة فارمامار الإسبانية الثلاثاء إن دراسة علمية محكمة نشرت في مجلة جورنال سينس أثبتت فعالية عقارها بليتيدبسين في العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتوصلت الدراسة العلمية للنتائج بناء على اختبارات في المرحلة ما قبل التجارب السريرية. أظهرت الدراسة أن العقار الذي يستخدم أصلاً لعلاج أنواع معينة من مرض السرطان استطاع الحد من تكاثر الفيروس في الجسم بنسبة 99%، حيث أجرى علماء تجارب في بيئة مختبر في نيويورك وسان فرانسيسكو وباريس للوصول إلى نتائج. قالت الشركة إن البيانات التي توصلت إليها الاختبارات تدعو لإجراء تجارب سريرية موسعة على اعتبار أن عقارها قادر على علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهي تتواصل مع جهات تنظيمية لإتمام التجارب، والدواء المستخدم بليتيدبسين مرخص استخدامه في بعض الدول لعلاج السرطان. وقد وجدت الشركة أنه قادر على تثبيط البروتين في الجسم المضيف وبما يمنع قدرة بروتين كورونا على التكاثر. ويشهد العالم قيوداً متزايدة وقرارات إغلاق وحجر هادفة إلى وقف انتشار جائحة كوفيد-19، ما تسبب باحتجاجات أدت في بعض الأماكن إلى أعمال عنف وشغب، والأمل الوحيد الذي يلوح في الأفق هو حملة التلقيح ضد الوباء التي تتقدم بشكل متفاوت، حيث لا تزال عمليات التلقيح تسجل تباطؤاً في دول أو حتى لم تبدأ بعد. تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,100,000 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 421,000 وفاة، تليها البرازيل ب 218,000 وفاة.
والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. إذن مشاهدين بهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.